صباح الجوافة. روق يا برنجي. أنا تطردني من المحاضرة؟ أنا هبطلها الشغلانة دي خالص. والواد تامر عليا النعمة بحصيل. تامر إيه يا راجل وكلام فاضي إيه؟ روق دماغك. هاي جوهي أنت إمتي؟ هو مدلوق عليها ملوخية ولا حاجة؟ مالها مزرعة أخضر كده ليه؟ بكرة تدبل وتصفر. تصفر؟ صدق يا هيثم إن أنا حبيتك. أنت ابن حلال يا دبور. وأنت حبيبي. السيجارة دي يا دبور؟ دي مش سيجارة. أمال إيه ده يا دبور؟ دي خابور. تديني خابور يا دبور. كركنيلة بمزاج كل زي القشطة. لا 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 يا مورجان، دي تبع عدي. عدي ابني؟ ما أنت مين؟ ما أنت مين برضو؟ اه ازيك؟ جايز لي خابور يا دبور. دن بابا. بابا ايه؟ ده انت اللي بابا. حضرتك ما انتم واختك ما انتما وانا ولا داري بحاجه. بابا اهدى خليني اشرح لك بس. مين دي؟ دي نورهان. البنت دي شفتها قبل كده بترقص ورا عاصي الحلاني في كليب. لا دي نورهان صاحبتي الانتيم. انتوا جايين تقدموا ولا جايين تتعلموا؟ دي لا جامعه ولا تعليم ولا اي حاجه. ما كل واحد يزنق اللي بيت على الترابيزه ولا في مدرب يقول لك ما انتم بقت انتما هي. مين ده يا اخوانا؟ انت بتقلق ادبك ليه؟ فين امن الجامعه؟ ده قول لي امن الراجل ده. امن ايه يا عم؟ ده احنا نقطعه هنا. قطع مين يا كوكو؟ ده ابويا. ابوك يبقى يقعد باحترامه. انا محترم غصب عنك وعن اهلك. امال انت برج ايه؟ العذراء. هنكذب من اولها. يا استاذ مورجان، في شكوى مقدمه ضدك من الطالب تامر عبد الله. تامر شاكين انا؟ ده حتى يبقى حرام يعني. الشكوى اللي متقدمه فيك مش بصفتك ولي امر، انما بصفتك زميل تامر وعلياء. انت اهنت تامر واهنت علياء، والكلام والحاجات اللي عملتها دي ما يصحش تتعمل في الحرم الجامعي. يعني عايزانا اشوفه بيأنتم مع بنت واسكت؟ يا ممكن حضرتك جرحت مشاعري. والله ايوه، وممكن كمان يرفع عليك قضيه تعويض بسبب الاضرار النفسيه اللي سببتها له قدام زمايله. بس انا بقى اقنعته يجي يقعد معاك وتتكلم. طب والاخ تامر المجروح عايز مني ايه بالظبط يعني؟ تعتذر له؟ اعتذر له وانا شايفه بأنتم مع بنتي قدام عيني؟ ده حاجه عجيبه والله. مش فاهم انا. مشاعر تامر تجاه علياء مشاعر زميل بيقدرها وبيحترمها وبيحبها. ولما هو بيحبها ما تقدمش ليه؟ ما دخلش ليه من الباب؟ يور امبوسيبل. مين؟ هو مش بيحبها الحب ده؟ امال بيحبها حب ايه؟ يا ممكن علياء دي انتمتي. اعترف الواد اهو، ما انتم مع علياء. يا ابني ترضى ان انا انتم مع عمك؟ لو كانت مامي مش مقنتمة أنا عن نفسي ما عنديش مانع، بس يا أنكل في النهاية ده قرارها هي. التربية والأخلاق أهم مليون مرة من التفوق العلمي. مظبوط حضرتك. بس هم ما أجرموش يعني. لا يعيب الطالب أو الطالبة إنهم في قليل من الأحيان يقنتموا مع بعض. برضو ماشي، حقوقوا عليا أنا غلطان. دماغك يا ابن بوسة. دي مش جامعة، ده كباريه. يرضيك اللي بيحصل ده يا اخ محمود؟ لازم تعرف يا اخ مرجان ان الساكت عن الحق شيطان اخرس، وانت لن تسكت عن هذا الفجور، ونحن جميعا وراءك لنطهر الجامعه من الفساد والرذيله. العلم صاحبين يا اخ محمود. صاحبين يعني ايه يا اخ مرجان؟ ما انت مين؟ اعوذ بالله من غضب الله. يا اخ مرجان انا بدعوك للانضمام الى اسره نور الحق لنكون معا جبهه ضد الانحلال والتسيب. انا معاكم. الخبور اخرس يا فاجر يا منحل يا سافل يا عدو الله. مرجان احب اقدم لكم الاخ مرجان احمد مرجان، عضو جديد معانا في اسره نور الحق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. دي الاخت باكينام، زميله معانا في الكليه وعضوه هنا في الاسره. وعرفت ازاي انها الاخت باكينام؟ الاخت باكينام بتدي دروس دينيه لهدايه الطالبات في الجامعه. اللهم ارضى عليكي، اللهم ارضى عليكي يا اختي باكينام. انما اخ محمود، ايه النشاطات اللي بتعملها اسره نور الحق بالظبط يعني؟ لا لا انشطه كتير والحمد لله. يعني احنا مثلا بننظم رحلات ترفيهيه للطلبه. حلو حلو قوي. لزياره اضرحه اولياء الله الصالحين. الله اكبر. وبنقيم مسابقات بين الطلبه. جميل. في حفظ القران الكريم والحديث الشريف. لا حول ولا قوه الا بالله. واخيرا يا اخ مرجان، اصدرنا جريده نور الحق بالجهود الذاتيه. طب والاخلاق يا اخ محمود؟ الاخلاق؟ وديك شايف منظر البنات في الجامعه عامل ازاي؟
البلوزات في الطالع والبنطلونات في النازل. لا حل سوى الزواج يا أخ مرجان، فالزواج يصون الفتى والفتاة من الوقوع في المعصية. الله، يتجوز إزاي وهم لسه بيتعلموا وأهاليهم بتصرف عليهم؟ يا أخ مرجان، إن زواج المسلم والمسلمة ليس في حاجة إلى حفلات صاخبة. يعني يتجوزوا في السر؟ إن الزواج في السر أهون بكثير من الفضيحة في العالم. آه، عرف يعني. حلال حلال حلال. يعني أنتوا برضو مقنتمين، وده تفرق إيه؟ السلام عليكم. ولادي فين؟ فين ولادي يا دكتورة؟ إيه ده؟ أنت إزاي تقتحم البيت بالشكل ده؟ أقتحم؟ ده أنا أكسر البيت ده فوق دماغي. يلا انت وقع على البيت على اخر الزمن مش عارف اربيك ويلا على البيت. من فضلك ما تزعقش هنا، ده بيت محترم. محترم هو نعرف ليه ولادي بعد كده؟ انا خلاص سيبت شغلي وكله وعدتكم في الجامعه، اما تشوف اخرتها ايه. يلا انت وقع على البيت. يلا خلاص، الايام اللي كنتوا عايشين فيها خلصت. من هنا وراح مفيش فلوس ولا عربيات ولا موبايلات، وإذا كانت الجامعة ما عرفتش تربيكوا أنا هربيكوا. مستعرين مني وأنتوا تعروا بلد؟ وأنا كنت موديكوا الجامعة عشان تتعلموا ولا عشان تنتبهوا؟ وتسيبوا البيت وتمشوا يا كلاب؟ أنت بتعمل إيه هنا؟ أنا هنا عشان الفالنتاينز دي يا أنكل. ما عندناش حد بالاسم ده. ده عيد الحب يا أنكل. وجاي تحب مين هنا إن شاء الله؟ أنا جاي بالدبدوب ده لعلياء، يا ريت تطلع لها حضرتك وتقول لها تامر عاوزك. آه، تطلع لها وقول لها إن تامر عايز. اطلع لها. لا انت قلت لي اسمه ايه ده؟ دبدوب يا انكل. عارف لو صوتك بيتكلم عليها تاني هقطعها. الو يا مرجان، ما تيجي تفرو وتمشي وتليط الدي في ماسورة نسوان ضربت في المكان. طب انا شويه كده وجاي لكم. بابا. نعم. كنا عايزين نتكلم مع حضرتك شويه. انا مش فاضي، انا خارج. خارج راح فين يا بابا دلوقتي؟ راح اذاكر مع واحد صاحبي.